استعدتم مساء مشاهدينا الاعزاء عبر شاشه الفجر الجديد في نشره تفصيليه لابرز الاخبار على الساحه المحليه والفلسطينيه، ونبدا نشرتنا الاخباريه باستعراض لابرز ما جاء ضمن برنامج تو الكرم اليوم. نفذت بلدية طول كرم وموظفوها وقفة احتجاجية ظهر هذا اليوم ضد ما أسموه نظام الوصاية على البلدية، بعد قرار وزارة الحكم المحلي الأخير بتعيين مراقب مالي على كافة حيثيات أعمال البلدية. يا ابو ياسر سير واحنا معاك للاخير، من شان الله من شان الله من شان الله من شان الله، يا حمد الله كش برا يا حمد الله كش برا، من شان الله من شان الله من شان الله من شان الله، يا حمد الله كش برا يا حمد الله كش برا، يا وزير روح نام يا وزير روح نام، هاي البلد فيها سلام هاي البلد فيها سلام. بلدية طول كرم مستهدفة بالتوجه إلى شركة كهرباء الشمال ونحن نرفض ذلك، واضح؟ هذا من ناحية، هذا من ناحية. من ناحية ثانية احنا نخضع كاملا لكافة إجراءات الرقابة الداخلية والخارجية، وليس هذا بمستحدث، ونحن شركاء، ونحن ووزارة الحكم المحلي والرقابة وديوان الرقابة وكافة إجراءات الرقابية الداخلية والخارجية، حتى أن البلدية قد عينت رقابة داخلية لها قبل حوالي 4 شهور وهي تسري في هذا المسار، وبالتالي هذا إجراء كلياته يستهدف أنه بلدية طول كرم ولن تكون قادرة، يعني بقول، على دفع فاتورة الكهرباء التي ترد إليها. في هناك أكثر من 40 إلى 45% مما يستهلك من القيمة تحت الفاتورة ليس مستهلكا من قبل أهالي مدينة طول كرم وضواحيها. البلدية رفضت بمجلسها البلدي رسميا قرار تعيين مراقب مالي عليها، المجلس البلدي، وتم تسليم الكتاب هذا لأخونا خالد شتية، كل الاحترام لإله مدير الحكم المحلي. أنا اللي بدي أقوله وأكد عليه، دقيقة، اللي بدي أقوله الآتي: المخيمات على راسنا وعيننا يأخذوا كهرباء قد ما بدهم، بس على حساب الحكومة الفلسطينية وعلى حساب منظمة التحرير وعلى حساب الأمم المتحدة. ليس هناك أي نزاع أيا كان ما بيننا وبين إخواننا هناك بالمطلق. حصتنا من الفاتورة إحنا مستعدين لسدادها، حصص الآخرين تتولاها الحكومة، وشكرا لكم. اليوم وقفتنا الاحتجاجية ناتجة عن قرار الحكم المحلي بتعيين مراقب مالي على بلدية طول كرم، وخصوصا أن هذه البلدية منتخبة وجاءت من كافة النسيج الوطني والاهلي في طول كرم، وجاءت معبره عن وجهه نظر فصائل العمل الوطني في هذه البلد، فلا يعقل ان تكون هناك ممارسات ضغط من اجل تنفيذ سياسات خاصه في قصه هنا او هناك. قضيه كهرباء الشمال هي جمله ومرفوضه وتفصيلا لدى كافه فصائل العمل الوطني وكافه اهالي البلد. لا يعقل هذه الحسابات ان تترجم عبر ان يوجد هناك قرار بإعاز مراقب مالي لهذه البلدية. فماذا يعني مراقب مالي؟ هل هناك سوء ائتمان للمال أم ماذا يوجد؟ هناك عدة لجان تدقيق وعدة لجان جاءت على بلدية طول كرم وفتشت مرارا وتكرارا وأثبتت أن بلدية طول كرم من أنزه بلديات الضفة الغربية في شفافيتها ونزاهتها. فلماذا هذا الإجراء؟ هذا الإجراء لا يعقل أن يقبل فيه لا فصائل العمل الوطني ولا أهالي هذه البلد، لأن هذه البلدية هي جزء من النسيج الوطني والاجتماعي في هذا البلد. أطلقت محافظة طول كرم فعاليات ومناقشات ورشة العمل الثانية للخطط التنموية الاستراتيجية تحت عنوان مراجعة توصيف المشاريع التنموية، وذلك بحضور كافة المؤسسات والجهات ذات الاختصاص في مختلف القطاعات. طبعا هي هذه الخطة خطة رابطة، ليست خاصة لكل مجلس بلدي أو قروي، هي خطة شاملة لكل المحافظة، وبالتالي هي تخدم كافة القطاعات
اللي بتخدم المحافظة ككل، أهمها القطاع الصحي اللي دائما إحنا كمجتمع فلسطيني في مرحلة التنمية بحاجة بالدرجة الأولى إلى الموضوع الصحي، سواء بالمستشفيات بالعيادات بكافة في تطوير وضع المستشفيات أيضا. واضح جدا أن سيكون الحصة الأسد في هذه الخطة للقطاع الصحي، سيأتي بعد يليه موضوع الأشغال، موضوع الطرق وفتح الطرق التي تخدم المحافظة، وأيضا بعض المنشآت التي تخدم المحافظة ككل مثل تطوير وضع المحاكم وتطوير وضع المؤسسات الرسمية. الخطة سيكون جزء منها للموضوع الزراعي لأنها محافظة تهتم في الزراعة، وأيضا هناك طموح لدى هذه المحافظة بإنشاء منطقة صناعية، هناك جزء لا يستهان من الخطة في موضوع المنطقة الصناعية. مهندس أسامة صالح مدير المركز الوطني للتنمية المستدامة، الجهة القائمة على إعداد الخطة الاستراتيجية لمحافظة طول كرم. طبعا ورشة العمل اليوم اللي جاءت تحت عنوان مراجعة المشاريع بشكل نهائي، طبعا تأتي ضمن سلسلة ورش ولقاءات تم القيام فيها في محافظة طول كرم من أجل إعداد الخطة الاستراتيجية للمحافظة. في المراحل السابقة تم عقد لقاء جماهيري أول بشهر 6 العام الماضي، وتم عقد ورشة العمل الأولى بشهر 10 العام الماضي على مدار يومين، اللي تم فيها تحديد الرؤية والغايات والأهداف الاستراتيجية للمحافظة. واليوم بعد عمل ما بين شهر 10 واليوم تم الوصول إلى مجموعة من البرامج والمشاريع للمحافظة. اليوم هدف الورشة هو مراجعة هذه المشاريع بشكل نهائي والوصول إلى مشاريع ستكون هي المشاريع التي تتمخض عنها الخطة الاستراتيجية في الأعوام العشرة القادمة إن شاء الله. عقدت مديرية التربية والتعليم وتحديدا قسم الإشراف التربوي لمبحث التربية الإسلامية مسابقة حفظ القرآن الكريم للصفوف من الأول وحتى العاشر، وذلك تمهيدا لمسابقات على مستوى الوطن. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. تجري اليوم مسابقة حفظ القرآن الكريم على مستوى مديرية التربية والتعليم في المحافظة، وتم تقسيم المسابقة إلى 5 مستويات: المستوى الأول للصفين الأول والثاني، والمستوى الثاني للصفين الثالث والرابع، والمستوى الثالث للصفين الخامس والسادس، والمستوى الرابع للصفوف السابع والثامن والتاسع، والمستوى الخامس والأخير للصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر. يقوم بإجراء هذه المسابقة مجموعة من المعلمين والمعلمات المتميزين الذين يعملون في لجنة مبحث التربية الإسلامية، ويشرف على هذه المسابقة قسم النشاطات والإشراف في تعاون مشترك، وتم توزيع معايير هذه المسابقة على المدارس في نهاية الفصل الدراسي الأول، ويتم توزيع الطلاب ويتم إخراج الفائزين أول 3 من كل مستوى حسب هذه المعايير، وستعطى النتائج إن شاء الله للمدارس في فترة قريبة، وكل مستوى يسمع جزءا واحدا من القرآن الكريم إن شاء الله. والآن إلى جولة في أخبار البلد. دهس مستوطن مواطنا قرب الحرم الإبراهيمي وسط مدينة الخليل ولاذ بالفرار، وأفادت المصادر المحلية بأن مستوطنا دهس المواطن رائد بورميلا 34 عاما قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل، وتم نقل بورميلا من قبل إسعاف الهلال الأحمر إلى مستشفى الخليل الحكومي لتلقي العلاج. طلب موظفو وزارة الصحة في غزة حكومة الوفاق الوطني بإنهاء الأزمات التي ما زالت تعصف بالقطاع الصحي وإعطائه الأولوية اللازمة. ودعا الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي فصائل العمل الوطني بتوجيه سياسات الحكومة تجاه الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال تعزيز مؤسسات الحكومة ودمجها وتعزيز الخدمات الحكومية المقدمة للجماهير.
ونبقى في شأن غزة، إذ فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي نيران أسلحتها تجاه العشرات من المواطنين المشاركين في مسيرة للمطالبة بكسر الحصار عن غزة، وقام المتظاهرون بإشعال الإطارات في المناطق الحدودية دون أن يبلغ عن أي إصابات. والآن إلى أخبار الرياضة، إذ انطلق عصر اليوم الدوري النسوي الفلسطيني، وذلك خلال المباراة التي جمعت فريق شابات طول كرم والعيسوية على ملعب الشهيد جمال غانم في طول كرم. إن شاء الله تكون رسالة مبشرة للخير للجميع، لجميع الأندية في فلسطين. وكيف هي الاستعدادات للشابات العيسوية أمام طول كرم؟ استعدادات ممتازة جدا إن شاء الله، في كل الأندية بيكون نفس الاستعداد، نشوف بطولة كويسة ممتازة جدا للفتيات في فلسطين. وإمكانيات الأندية في الدوري النسوي، هناك إمكانيات متواضعة، يعني رؤيتكم ورسالتكم للمسؤولين في الاتحاد الرياضي الفلسطيني؟ لا، الإمكانيات متواضعة جدا، فيش ماديا، ما فيش بالمرة، مش جاهز للدعم المادي في الأندية الموجودة في البطولة النسوية. انطلق الدوري الفلسطيني اليوم أول مباراة لفريق الفتيات. احنا بدينا في إمكانيات بسيطة جدا، يعني زي ما انت شايف عنا في المباراة 11 لاعب الموجودات، وفي الاحتياط عنا واحد، الباكية مش جايين لأنه فيش إمكانية إنه ندفع مواصلات للاعبات، في من الخليل، في من جنين، في من كركيلة، ما تمكننا شيء جين بسبب عجز في المواصلات، انه ما بنقدر نغطي المواصلات. والفريق يعني بادي بداية، يعني بتقدر تقول بس مشان يثبت حاله في المحافظة، يعني بحاجة لدعم مادي من المؤسسات ومن اهالي طول كرم. احنا بنتمنى انه من المؤسسات ومن الناس المعنيين في الرياضة الفلسطينية انهم يشتغلوا على تطوير الفريق. بس انا بدي احكي شغلة، انه احنا قدرنا نحصل على الطاقم يعني من مؤسسة الحق في اللاعب رايتو بلاي اللي هم بيلعبوا فيها هسه الصبايا، بنشكرهم. وبتمنى في القريب العاجل يعني انه لك شوية دعم ومساندة من المؤسسات الموجودة في طول كرم. أخبار الرياضة مستمرة، وتحديدا في الدوري الإسباني، إذ حسم أتلتيكو مدريد الفوز على مضيفه إيبار بثلاثة أهداف لواحد ضمن الجولة 21 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم. سجل للروخ بلانكوس حاملو اللقب وكل من الفرنسي أنطوان غريزمان في الدقيقة 7، والكرواتي ماركو مانزوكيش في الدقيقة 23 والخامسة 25، بينما أحرز أصحاب الأرض هدفا شرفيا في الدقيقة 89. في ختام نشرتنا الإخبارية، نستعرض وياكم حالة الطقس المتوقعة ليوم غد، إذ يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيفا نهارا وباردا نسبيا ليلا مع ظهور بعض السحب المتوسطة والعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. إلى هذا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا الإخبارية. مزيد من الأخبار والتفاصيل بإمكانكم زيارة الموقع الإلكتروني الفجر تيفي.com. نهاية النشرة، إلى اللقاء.